أعزائي العرب وأحبائي الناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. أنا قلت أعمل سلسلة لأربع فيديوهات. الأولاني عن البرازيل والثورة بتاعتها يوم 7 سبتمبر، وتاني فيديو هيكون عن مشروع الأرض الجديدة، وإذا كان هتيجي مركبة فضائية وتاخد ناس معينة هنتكلم عليها دلوقتي. تالت حاجة هنتكلم عن اللقاحات، تالت فيديو ورابع فيديو عن الماسونية. ماشي، فالنهاردة هنتكلم على مشروع الأرض الجديدة. في أخت عندها قناة اسمها ماجدة الخطيب، إنسانة ممتازة جدا جدا، بتسكن في كندا، هي فلسطينية الأصل، وأنا بحب فيديوهاتها، بشوف فيديوهاتها كلها، وعندها فيديوهات مريحة جدا، روحانية، ليها هي وسيطة، ليها برنامج للتأمل، خشوا القناة بتاعتها واتفرجوا عليها، ليها حلقات ممتازة عن التقمص والرينكارنيشن وإزاي تتعرف على حياتك السابقة، ليها أشياء جميلة جدا. لكن معرفش في الفترة الأخيرة ابتدت تتكلم عن اللقاحات إن هي شر وكده وهتدمر العالم، وابتدت تتكلم عن مشروع اسمه الأرض الجديدة والسفر إلى البعد الخامس، وإن في مركب هتيجي وهتاخد بعض الناس من كوكب الأرض وترحل بيهم إلى كوكب آخر في البعد الخامس، واللي هيفضل هنا إحنا عايشين في ماتريكس وكده. وده الموضوع اللي أنا هتكلم عليه النهاردة. أولاً أقول للأخت ماجدة معلش سامحيني بجد، أنا ما مرضتش حتى أعلق في قناتك عن المواضيع دي، فأنا بحترمك جداً 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 وبحترم قناتك، واعتبريني أنا من الناس اللي بتشاهد كل فيديوهاتك، يعني فيديوهات ممتازة كلها، لكن اسمحي لي أقول رأيي زي ما إحنا بنقول حرية الرأي يعني، والمعرفة اللي احنا وصلنا ليها لازم برضو نتبادل المعلومات. الموضوع حكاية ان هتيجي كائنات فضائية، والكائنات الفضائية دي بتتحكم في الارض والرماديين والزلاحف والزواحف وكده، دي اشياء كده ناس كتيرة بتتكلم عليها، وفيديوهات كتيرة على الانترنت بتتكلم على المواضيع دي، وانا بسال وناس كتير بتسال طب هم فين؟ خد بالك، حتى انا دخلت في كورس مع دكتور في جامعه سان باولو اسمه العهد فاسكونسيلوس، والراجل ده بيقول ان هو بيتصل بالفضائيين وان الزواحف لهم خواص كده، وليه محاضرات كتيره في هذا المجال. انا بصراحه طب وريني مين الناس دي، طب خليني نتقابل معاهم، طب خليني نتكلم معاهم، مفيش. فدايما يتكلموا على الضمير الغائب، هم هيعملوا، هم بيخططوا، طب هم مين؟ ما تعرفش. من سنة أعتقد 2014 2013 كان في دكتورة برضو ظهرت في العالم العربي اسمها مايا صبحي أو مايا صبحي حاجة زي كده، وكانت أو ما زالت ما أعرفش بتعمل فيديوهات كلها مربوكه كده، هم عايزين وهم عايشين تحت الارض وهم بيتحركوا وهم مش عارف ايه، وسببت ذعر لناس كتيره جدا جدا يعني. والنهارده الفيديوهات الجديده دي برضو بتسبب للناس مشاكل وبتسبب لهم ذعر، بتسبب لهم خوف، لان بيقول لك ايه الدجال جاي ومش عارف ايه، وخد بالك والتامرات والمؤامرات والنظام العالمي الجديد ومش عارف ايه والماسونيه، فالناس بتتكركب من الكلام ده، بتتكركب جامد وبتخاف يعني. فمع احترامي للناس اللي بتؤمن بالكلام ده، لكن انا لا اؤمن بالكلام ده. وريني طيب، طب تعالى، طيب خلينا قبل اللي انت بتقول عليهم دول، ده قوة سلبية، ده اشرار، ده مش عارف ايه وبتاع، طب فين فين؟ ما تعرفش، هم موجودين بس هم فين ما تعرفش. خد بالك في مخطط وكده وهيعملوا وهيساووا كده، فدي مشكلة كبيرة. أنا هكلمك بقى على إيه مشروع الأرض أو أي كوكب آخر وليه مراحل للتطور. المرحلة الأولى مرحلة البدائية،
البدائية اللي هي مرحلة تكوين الكوكب والغازات والتكثيف وتكون البحار والمياه والأمطار و و و و دي مرحلة طويلة جدا جدا لحد ما بتبتدي تظهر أول الكائنات الحية، وبيستمر المرحلة البدائية دي حتى ظهور الإنسان. بعد ظهور الإنسان بندخل بالمرحلة الثانية اللي احنا في آخرها دلوقتي وبداية المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية اسمها بروفاز إسبياسويز، بروفا يعني الاختبارات اللي احنا بنمر بيها على كوكب الأرض عن طريق الرينكارنيشن، بننزل بندفع وبنتعلم، بتدفع اللي عليك وبتتعلم، تدفع اللي عليك وبتتعلم وبترتقي روحانيا وبتستفيد من العلم الموجود في الأرض، لأن الأرض زي ما أنت شايف بتتطور يوم عن يوم علميا. فأنت لما تيجي تتولد مثلا، واحد اتولد سنة 2000 تكون المعلومات بتاعته كلها فريش، معلومات جديدة وهكذا، لو هيتولد سنة 3000 تبقى معلومات أحسن وهكذا يعني. فأنت بترجع الأرض عشان تزداد خبرة علمية وتبتدي تحسن بقى من أخلاقك، تبتدي ترتقي وهكذا، بتبقى إنسان كده. فالمرحلة الثالثة بقى اسمها الريجنريشن. فحسب شيكو شافير قال إن المرحلة دي هتبدأ سنة 2019، يعني بدأت يعني بقى لها سنتين تقريبا. والمرحلة دي بدأت يعني، فالترانزيشن ده بتلاقي الشر بيظهر وكده، لكن الكوكب هيهدى، بتلاقي الناس بترفض الحروب، الناس اللي بتظهر دي داعش وكده بتلاقي الناس بتبتدي ترفضها، المسلم نفسه بيرفضها، الطالبان والبوكو حرام والعالم دي هنبتدي نرفضها، نرفض التفرقة العنصرية والطوائف، فالكوكب يبتدي يتطور، واخد بالك؟ نصل فالتالت مرحلة لكوكب، وبعدين نرجع تاني ماشي؟ تالت مرحلة اسمها الريجنريشن اللي هي إعادة بناء الإنسان وإعادة بناء الكوكب. فالمرحلة الجاية لكوكب الأرض هتكون مرحلة جميلة، اللي هيتولد من هنا وطالع هيتولد في مكان أريح، مكان فيه ديمقراطية، مكان فيه حرية، مكان فيه كرامة للإنسان، ومكان مريح، واخد بالك؟ بتقدر تشتغل وتساعد المجتمع والمجتمع بيساعدك. هتاخد وقت، هتاخد لها كام؟ 50 سنة كمان، 30 سنة كمان، ونبتدي المكان يتحسن يعني، واخد بالك؟ وآخر مرحلة العالم السعيد، يعني الريجنريشن ده عالم مريح جدا، لكن بعديها بقى يمكن كمان 5 مليون سنة ولا حاجة، لأن الكوكب المريح الريجنريشن ده كوكب مريح جدا، كوكب مادي بنتولد عليه، لكن الحياة بتبقى أحسن، الطب أحسن، طريقة الحياة أحسن، الصحة أحسن، كل شيء أحسن، والناس اللي بتعيش عليه الناس طيبين، الناس اللي هم من لن يتأقلموا مع الكوكب لما يموتوا هيبتدوا يرجعوا على كوكب يكون بنفس درجة الأرض من 5000 سنة، من 10000 سنة، واخد بالك؟ وده اللي حصل مع ما يسمى بالجنس الآدمي اللي هم جم من 6000 سنة مطرودين من كوكب آخر يعني، ده حسب اللي أنا سمعته يعني من الأرواحيين يعني، بيقولوا إن في جنس جه وفي الشرق في العراق وكده، والجنس ده نزل عمل الحضارات اللي انتوا سمعتوا عنها دي، وكان مطرود من كواكب ابتدت ترتقي الى جينيريشن، بس فضل منهم ناس مش تمام فتم طردهم يعني، يمكن ده اللي بيشرح طرد من الجنة والكلام ده. المهم يا جدعان، مفيش حكاية ان الكوكب هيجي يقترب من كوكب الأرض علشان ناس تركب عليه، ده ما ينفعش علميا يعني. مثلا لو في كوكب اللي هم بيقولوا على نيبرو، أو الأخت ماجدة بتسميه برضو بلانت إكس أو طارق، دي بتخلط بقى الأسامي في بعض يعني، طارق ده اسم إسلامي، واخد بالك؟ والنجم طارق لما تقول أنت نجم يعني شمس،
مش معناها كوكب، واخد بالك؟ الطارق، النجم الطارق معناها ايه؟ شمس. طالما النجم يبقى شمس، كوكب يبقى ارض، يعني يبقى زي الارض كده. كوكب اكس، في كل ما العلماء يكتشفوا كوكب ما يعرفلوش اسم، ممكن يحط عليه اسم اكس يعني. في ناس بتقول لك ان في كوكب هيجي اسمه نيبيرو وهيضرب في الارض بعد مش عارف كم مليون سنه. تمام، يجي بيقولوا لي ماشي. حاليا ما فيش كلام ده. عشان تبقى عارف برضو لازم احنا نفكر بالعقل، يعني القمر بيبعد عن الارض ب 400,000 كيلو، وهو يتبع للارض وقريب جدا من الارض، يعتبر قريب 400,000 كيلو. لو اقترب 50,000 كيلو بس، يعني يبقى على بعد 350,000 بدل 400,000، ده الكوكب ينتهي، لان التسونامي والمش عارف ايه والزلازل يبهدل الدنيا، بس يقترب يعني، بالك يقترب من الارض كده 50,000 كيلو متر، ينتهي كوكب الارض باللي فيه، خد بالك؟ فما بالك بقى كوكب يمكن مئات المرات ولا الاف المرات حجم القمر، اول ما يجي يقترب انتهى كوكب الارض. دي حاجه قاعده كونيه كده، واخد بالك؟ فانت اطمن يعني، لو جه كوكب زي ده الارض هتنتهي باللي عليها، مش هيجي ياخد جزء من الناس ويسيب الناس تاني، مش هيحصل يعني. برضو اقول لك ان في مراكب فضائيه او مركب فضائيه كبيره جدا، الاخت ماجده بتقول كل 3600 سنه بتيجي وبتاخد ناس معينه اللي هم تطوروا وتسافر بيهم. طيب لما تيجي بقى نشوف، انا ما بشغلش دماغي في الموضوع ده، ما بشغلش نفسي بالموضوع ده. ليه؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي في كنترول، هو الايه المتحكم فينا، ومتحكم في كوكب الارض والملائكه والارواح العليا. ففي استاف بياخدوا بالهم من الموضوع ده. حكايه ان يجي بقى المسيح، زي ما بقول لك هيجي المسيح الدجال الاول، وبعدين يجي المسيح وينزل على سحابه وياخد الناس الحلوين المؤمنين وياخدهم معاه، برضو ده ما يدخلش دماغي. اولا انت مش هتقدر تقعد على السحاب، ولا هتقدر تطير على بعد 10,000 20,000 30,000 متر ارتفاع، مش هيحصل يعني. احنا لما نيجي نسافر بالطياره على ارتفاع 12,000 او 14,000 كيلو متر، ودنا بتتسد يعني، بتلاقي ودنك فيها مشاكل، لازم تفتح بقك تنفس من بقك علشان الودان دي. فما بالك بقى لما تخش بقى في الطبقات الجويه، الناس اللي هم رواد الفضاء عشان يروح القمر بيستعد سنين واكسرسايز ومش عارف ايه، ويتعلم ازاي ويتنفس اكسجين وده، مش اي واحد يركب وتعالى وخلاص يعني. دي مشاكل دي. فانا ما بقولش ان الاخت ماجده بتقول معلومات غلط او بتقول معلومات صح، انا ما اقدرش احكم عليها او هي بتجيب المعلومات دي منين، لكن انا سالتها يعني، طب المعلومات دي منين؟ هل المعلومات دي من اليوتيوب ولا المعلومات دي من مصادر معينه؟ طب نعرفها، طب نتفاهم مع بعض، لان في ناس مذعوره جدا من الكلام ده. انا بالنسبه لي الكلام ده غير موجود، لان احنا في نهايه مرحله وبندخل مرحله جديده. وثانيا بتقول برضو ان احنا عايشين في وهم، عايشين في هوليجرام، عايشين في ماتريكس، خد بالك؟ وناس كتير بتقولها برضو، مش هي لوحدها، في ناس اخوه بيقولوا لي احنا عايشين في ماتريكس. ماتريكس مين يا حاج؟ يعني لما اجي انا اضربك بالقلم، انت تقول لي انت بتضربني ليه؟ اقول لك لا، ده احنا وهم يا جدع، انا ضربتك ده احنا كلنا هوا مع بعض كده، هوليجرام هوليجرام. او اخد فلوسك مثلا عشان تشيل محفظتك، واخد منك العربيه، هتصوت، هتجري ورايا، هتنادي البوليس، يبقى ازاي بقى هوليجرام؟ ازاي بقى ماتريكس مش ماتريكس؟ البعد اللي احنا فيه بعد ادنى، يعني حياه دنيا، لكن حياه ماديه، احنا عايشين. زمان برضو الفلاسفه كانوا بيشككوا الناس حتى في وجودهم، لدرجه ما عرفتش، اعتقد جان بورسارتر او جون ديوي
اللي قال انا افكر اذا انا موجود. على الاقل انا موجود يا جدعان، انا بفكر. فبتشكك في كل شيء، ان انت غير موجود، ان احنا بتاع والعالم انتهى وجاي كذا وعامل كذا، فالناس بتخش في حاله ذعر. بفتكر انا بنت اختي بتقول يعني سنه 2014 انا كنت في مصر والمسيح جاي وهينزل ومش عارف ايه وميه صبحي ومش عارف ايه وييجوا الناس والفضائيين قال طب قولوا لي بقى اذاكر الاعداديه ولا ما ذاكرش؟ طلب كل حاجه، قلت لها ذاكري، وذاكرت ودخلت الثانوي ودخلت الجامعه وقربت تتخرج، وفين الحج اللي هيجي؟ مفيش، واخد بالك؟ اهم حاجه ان احنا نستمر في حياتنا عادي جدا، ما تقلقش من الكلام ده. ما طب لما يجي بقى قول لي. اما يجي ابقى قول لي، واخد بالك؟ إيه؟ لان دي مشاكل لما احنا نقعد احنا نتكلم على الموضوع ده هنتجن، يعني هنتجن على الفاضي يعني. ده الفيديو ده عشان اطمنكم على حكايه ان احنا هنخش فعلا في عالم جديد، لكن عالم جديد على مستوى الارتقاء. الارض هترتقي، ده خبر كويس مش خبر وحش، واخد بالك؟ لو انت راجل طيب وكويس بتعمل الخير وتمام، لما تيجي تموت باذن الله كمان 100 سنه كده وترجع على كوكب الارض تتولد من جديد، هتيجي في كوكب احسن. هي دي الفكره، ماشي؟ سلام سلام بسرعه. لقيت مهم ان انا ازود على الحلقه دي شويه. ازاي نتعلم تصنيف العوالم المأهوله، مأهوله بالسكان زي عالمنا يعني. احنا بنمر بمراحل زي ما احنا قلنا، بنمر باربع مراحل وبعدين بنصل الى العوالم السماويه اللي هي العوالم العاليه يعني. فنقدر نشوف بقى ده سوره القرداك اهي، وفقا لسفر يوحنا ده الانجيل طبعا الفصل الرابع عشر الايات 1 و2 و3، لدينا المقطع الجميل الذي يعز فيه المسيح الرسل عن وجود العديد من المساكن في بيت الآب. يعني ليس فقط كوكب الأرض المأهول، يعني خد من الآية دي ما معناه أن توجد مساكن كثيرة في بيت الآب، مش ليس فقط كوكب الأرض، لكن في كواكب كثيرة جدا جدا معمورة. يعني في دراسة الأرواحية والمعلومات الواردة في التدوين وجدنا حالات مختلفة للروح في عدم انتظام، أي أن كل روح يسكن في أماكن مناسبة لدرجة تقدمها. في هذا المفهوم تكشف لنا العقيدة عن تصنيف العوالم المأهولة، وهو أمر يختلف وفقا لتطور الكائنات الموجودة هناك. فإحنا بنتطور في الكون، ده اللي أنا عايزك إيه تفهمه النهاردة. في عالم الأرواح اي كوكب بيمر بمراحل، واخد بالك؟ فاحنا بننهي مرحله وداخلين على مرحله جديده، ما هياش تغير بقى ايه دراستيك، يعني هو تغير طفيف وتدريجي، واخد بالك؟ انا سمعت برضو من الناس اللي هم الوسطاء الارواحيين ان الكوكب بتاعنا هيدخل بالفعل في النظام بتاعه وحفظ السلام والحاجات دي سنة 2054، يعني ما اعتقدش ان انا هكون هنا يعني. ماشي؟ يعني كمان ايه في حدود 30 سنة كده هنقدر احنا ندخل في الجينيريشن الحقيقي يعني اللي احنا هنتكلم عنه من هنا ورايح. في هذا النص اللي اليوم، خد بالك ده ترجمة جوجل يعني. فما تزعلش مني يعني. في هذا النص سوف نتعلم القليل عن كل عالم ونفكر في الطريق الذي يجب أن نتبعه. بيقول تتبع كل الخليقة الإلهية، معرفش إيه الدفع دي. عوالم بدائية، فأول العوالم هي العوالم الإيه؟ البدائية، العوالم البدائية. فالأرض بتاعتنا مرت بالمرحلة دي، المرحلة البدائية. هذه هي الأماكن التي تسود فيها الغريزة على حساب الذكاء. فتلاقي إيه الغريزة الحيوانية هي اللي بتسود على حساب الذكاء، وتتخذ الكائنات خصائص حيوانية وليس لديها أي فكرة
عن الفرق بين العدل والظلم، إن الافتقار إلى الحس الأخلاقي يجعل الأرواح موجودة في الأجرام السماوية من النوع الذي يكون لها جوانب بدائية وأفعال وحشية. بعد كل شيء لا تزال هناك معرفة حول ما يجب القيام به أو عدم القيام به. يعني الإنسان في أوائل وجوده في العوالم اللي هي البدائية دي بتتغلب الغريزة على الذكاء، والوحشية بتسود ومفيش فرق بينه وبين الظلم والعدل، وحشية دي مرحلة بدائية. لو انتوا بتشوفوا لسه في ناس بهذه الفكرة، لان مستواهم الارتقائي مستواهم الروحاني متدني جدا جدا، هم محتاجين يعودوا، واخد بالك، الى نفس مدرسة اللي هي البدائية دي. وتوجد كواكب كتيرة جدا جدا في هذه المرحلة، يعني مش هيغلبوا لما يجي يموت، ممكن تبعت واحد بهذا الشكل الى عالم متأخر بهذا الشكل. يعني لقد مرت الأرض بالفعل بهذه المرحلة مع ظهور الشعوب الأولى الذين تجسدوا هنا لأول مرة، ووجدوا أنفسهم ضائعين مثل الأطفال الذين يحاولون استكشاف مستجدات البيئة. يحدث تطور الشعوب البدائية بوتيرة أبطأ، حيث يتطور الذكاء فقط عندما تميل الغريزة إلى التضاؤل. فده شوف الإنسان الأول ما كانش جاي عارف يزرع وعارف يعمل، كان بهذا الشكل إنسان بدائي أشبه للحيوانات وشريعة الغاب، واخد بالك، وبيكتشف لسه إزاي كوكب الأرض، وإزاي يتعامل معاه، وإزاي يتعامل مع الطبيعة، وإزاي يقتات من هذا الكوكب. فدي أول عالم، واخد بالك، والعالم ده عدينا عليه من زمان. يعني تاني عالم اسمه عالم المحاكمات والتكفير، واخد بالك، يعني احنا هنا بنيجي بنكفر وبنختبر الاختبارات والتكفير. يسأل آلان كارداك عن هدف التجسد، السؤال بيسأل عن هدف التجسد ويحصل على الإجابة بأنه موجود، واخد بالك، في السؤال 132 من كتاب الأرواح. السؤال 132 من كتاب الأرواح كان كارداك بيسأل إيه الهدف من التجسد؟ ليه إحنا لازم نتجسد ونيجي في جسد مادي؟ يعني تصل الكائنات إلى الكمال، والذي يتجسد جزء منه كمهمة والآخرون كفارة. الترجمة دي غلط، يأتي فعل التكفير من الكلمة اللاتينية expire، ويعني التخلص من خطأ معين أو إصلاح خطأ تم ارتكابه. اسبيع يعني فعلا أنت بتدفع اللي عليك. ده العالم اللي احنا فيه، عالم التجربة بتاخد الخبرات يعني، وعالم القصاص يعني بتدفع اللي كان عليك. أنت عملت إيه؟ في إخواننا في الهند بيقولوا كارما، يعني أنت بتعمل شيء وبتدفعه، لكل فعل رد فعل، مساء لها في القوة ومضاد لها في الاتجاه. فما نصل احنا للمرحلة التانية دي اللي هي مرحلة التجربة ومرحلة دفع اللي عليك، يعني لما تيجي انت تعمل اشياء بهدف التعليم، بهدف انك ترتقي. هذا هو مفهوم عالم التجارب والتكفير، هو ده المفروض. يعني هو هنا قال لي يسميه عالم المحاكمات والتكفير، لكن هو فعلا عالم التجارب والتكفير، لان انت بتيجي تتعلم وبتعمل تجارب وبتتعلم العلوم الحديثة وبتتعلم من كل شيء، وبترتقي علميا وترتقي أخلاقيا، وبتكفر عن ذنوبك في الماضي وتتحسن، بتتحسن أخلاقك، بتكفر عن ذنوبك معناها أنك بتتحسن. وهو حتى الوضع الحالي لكوكبنا، يبقى إحنا ما زلنا في إيه؟ الكلام ده كان مكتوب من سنين طبعا، كان بيقول لك احنا ما زلنا في المرحلة التانية، لكن احنا عندنا بقى دلوقتي معلومات ان احنا بدأنا المرحلة التالتة من سنة 2019 حسب الشيكو شافيال. نقطة التغيير بقى الجذرية اللي فيه ديانات كتيرة بتتكلم، الارض الجديدة، التغير الجديد ده ازاي هيحدث. فعلم الارواح بيجيب لنا بقى ان احنا خارجين من عالم التجارب والتكفير،
وداخلين على المرحلة الثالثة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. وحتى الوضع الحالي لكوكبنا، حيث أن العديد من الأرواح المتجسدة هنا تجد نفسها في وضع يمكنها من التعامل مع مختلف الصعوبات، وتحتاج إلى المرور بهذه التكفيرات لتتطور. على الرغم من أن الشر لا يزال يسيطر عليها، إلا أن التقدم الفكري ينشأ عادة حيث يعتمد الكثيرين على صفاتهم الفطرية التي جلبوها من الحيوات الأخرى، من الوجود الأخرى للحيوات الأخرى يعني. إذن المرحلة اللي احنا فيها، لذلك تلاقي الشر بيسيطر على الإنسان، بتلاقي الإنسان بيغلب عليه الشر. لكن انتوا لاحظوا فقط في من سنة 1914 بداية الحرب العالمية الأولى وبعدها الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالمية الثانية الكوكب تطور بطريقة رهيبة جدا جدا، وابتدت الناس تتوق إلى السلام، وابتدى في جمعية الأمم المتحدة وأشياء كتيرة، ووثيقة حقوق الإنسان وأشياء جميلة بتحصل يعني. فالمرحلة دي احنا في نهايتها، وبداية المرحلة اللي ورا اللي هي الريجينيريشن، اللي هي إعادة البناء أو التجديد. المرحلة دي احنا داخلين فيها بقى، حيث هيبتدي بقى الخير يغلب على الشر. فكل دي بقى الأرض الجديدة، يعني نفس الأرض بتاعتنا هي هتتحول إلى أرض جديدة، واخد بالك؟ ربما سمعت هذا القول القديم في مكان ما، إنه بعد العاصفة يأتي إيه؟ الهدوء، أليس كذلك؟ هذا هو إلى حد ما يحدث في العوالم الإيه؟ المتجددة، والتي تعمل بمثابة انتقال بين كواكب التجارب والتكفير الى الكواكب السعيده. احنا نبقى في النص بقى بين الكواكب اللي بتمر بالتجارب التكفير اللي احنا خارجين منه دلوقتي، وما بين الكواكب السعيده. لكن نفس الكوكب بيتطور، يعني الكوكب نفسه بيعدي على المرحله البدائيه اللي احنا كنا رحناها دي، وبعدين يعدي على مرحله التجارب والتكفير، وبعدين يدخل في اعاده البناء واللي هو التجديد، وبعدين يصل إلى العوالم السعيدة. دي مراحل الكواكب، وبعد كده سماوات، يعني بتخش بقى في العالم بقى إيه الثلاثة ده، ما تمام؟ فإحنا بإذن الله داخلين بقى في هذا العالم. حتى لو كانت الكائنات تحت رحمة القوانين المادية في العوالم المجددة، لم تعد هناك تلك المشاعر المضطربة الرذائل التي تغلف الكبرياء والحسد والكراهية والمشاعر السيئة الأخرى. على الرغم من أنها ليست كواكب تنعم بالسعادة الكاملة، إلا أن الشعوب المتجددة تجد مبدأ السلام مع الاختبارات التي لا تزال يتعين الوفاء بها، ولكن بدون التكفير المؤلم. مش هيبقى فيه ألم، مش هيبقى فيه المعاناة، الشعوب هتحب السلام، انتهى، واخد بالك؟ طيب يا جماعة، والطالبان والناس المجنونة واللي بتعملوا اللي بتخطف الأطفال والمغتصبين، بيرجعوا إلى العوالم الإيه؟ الاختبارات، اللي لسه بقت عالم الاختبارات في كواكب أخرى، لأن هم في اختبارات حاليا، فلازم يرجعوا لعالم مناسب لهم. فلما يجي الإنسان يتوفى يبتدي بقى الغربلة بقى. يمكن دي برضو في عقائد أخرى بتتكلم على هذا الموضوع، إن هيتم الفصل بين الناس اللي وصلت لمرحلة مرتفعة من الارتقاء الروحاني، وما بين الناس اللي هم لسه في المراحل المتأخرة. الناس اللي في المراحل المتأخرة مش بقى إيه هياخدوا ناس يودوهم كوكب آخر، لا، الكوكب بتاعنا نفسه هو هيتحول إلى هذا العالم المتجدد، والسكان بتوعه اللي هم هيتأقلموا مع الوضع الجديد، اللي هم بيحبوا السلام، واللي هم هيبتدوا يتجددوا ويبتدوا يبقى لهم عالم متقدم، عالم راقي، عالم بصحة أحسن، وهكذا. وفي بعض دفع التكفير، لكن مش بالألم وبالمعاناة اللي احنا فيها دلوقتي. فمثلا اللي هيجي يتولد بقى من هنا ورايح في الأجيال القادمة، دول أرواح ممتازة بيتولدوا على كوكب الأرض، لأنه يستحقوا الميلاد في العالم الجديد اللي هو العالم التجديد اللي احنا داخلين عليه، الكوكب الأرض الجديد
الكوكب ده اللي احنا هنتولد عليه في المراحل الجاية، كل الأجيال اللي جاية دي هتتولد في الجديد ده. طيب والناس اللي هي هتموت ولسه فيهم من شر ولسه كده، هيتولد في كوكب آخر مناسب له. سواء عن طريق الرينكارنيشن، مش محتاج انت بقى مركبة فضائية، مش محتاج كوكب يجي عشان يحملك عليه، ممكن تكون دي رموز، لكن انت ممكن تروح للكوكب الآخر فعلا اللي يناسبك، سواء كوكب أعلى من كوكب الأرض، يعني ممكن أنت تكون تستحق تروح لعوالم سعيدة. بتروح عن طريق لما تموت برضو، لأن بتروح أنت كروح ويبتدي يرسلوك كروح، بقى بتنتقل بسرعة الفكر، مش محتاجة بقى مراكب فضائية، مش محتاجة أي شيء، بتنتقل بسرعة الفكر. فممكن تعمل الرينكارنيشن بتاعك بقى في العوالم الإيه السعيدة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. بعد بقى يمكن مليون سنة، ما أعرفش، 5 مليون سنة، بيرتقي كوكب الأرض إلى العوالم السعيدة. لكن لو في واحد مننا، صعب إنك تلاقي واحد مننا من كوكب الأرض ليه صفات العوالم السعيدة، فلما يجي يموت مش لازم يرجع لكوكب الأرض، لكن بينزل على كوكب من يكون من خواص العوالم السعيدة، عوالم أرقى جدا من المرحلة اللي احنا داخلينها اللي هي مرحلة التجديد. في طريق الأعمال الصالحة توجد العوالم السعيدة، حيث تعرف الأرواح حيث تعرف الأرواح أن الغرض من الوجود هو التطور الأخلاقي، حيث أنهم يفهمون في الواقع جمال ممارسة المحبة وحب الجار، حب الجار، حب الإنسان، حب أخوك، حب أي واحد جنبك، واخد بالك، دولة مقاربة، أي حد جنبك، الجار تبعك على هذا الكوكب، على هذه الكواكب، يتغلب الخير على الشر، وتصبح معرفة المستوى الروحاني أمرا شائعا. يعني هم يبقوا عارفين عالم الأرواح ده بطريقة سهلة جدا، الاتصالات بينهم وبين الناس اللي بتذهب لعالم الأرواح سهلة، رجوعهم للعوالم السعيد سهلة جدا جدا. يبقى عارف هو هيموت امتى، عارف هيرجع امتى، مش يموت، عارف هيتخلص من الجسد ده امتى، ازاي هياخد جسد احسن في المرحلة القادمة. فما يبقاش الاتصالات بتبقى سعيد، بتبقى سريعة وتبقى شائعة، بتبقى معروفة يعني، تماما كما نتعامل هنا على الأرض مع تقنياتنا المختلفة اللي موجودة دلوقتي. فإذا المرحلة بقى اللي وراها اللي هي العوالم السعيدة دي، والناس اللي وصلت للمستوى دي، صعب جدا جدا جدا، لما يجي يتوفى هيحصل فيه، هينزل في العوالم السعيدة دي. هل كوكب الأرض هيصل يوم من الأيام إلى العوالم السعيدة؟ أكيد، بس لازم يمر الأول بالمرحلة اللي احنا داخلين عليها اللي هي مرحلة التجديد، الأرض الجديدة دي. تميل المادة إلى أن تكون أقل كثافة، المادة في الكواكب دي بتبقى أقل كثافة، وتصبح الذكريات الجسدية كامنة، وتستغني الاحتياجات المادية عن الجوانب الجسمية والجسيمة، لأن مواقف الانفصال عن العالم المادي أكثر شهرة، يعني معروفة، يعني أنت سهل تنفصل عن العالم المادي، سهل تخش في عالم الأرواح، سهل ترجع، مفيش الإيه الصعوبة، لأن أنت بتبقى إيه عندك الكونشس بتاعك، الوعي طول الوقت بينك وبين عالم الأرواح، زي ما تكون أنت إيه بتسافر كده لبلد معينة وترجع لبلد تانية بسهولة. يعني إن الأرواح الموجودة في هذه الدرجة التطورية تكمل بعضها البعض أكثر فأكثر في ممارسة الأعمال الصالحة، وتسعى لمساعدة الآخرين بشكل عفوي، مش محتاج يعني إيه تصل هنا صورة. فدي هي إيه العوالم السعيدة. بعديها بقى العوالم السماوية، دي بقى مش على كواكب معينة، دي الاسم إيه السماوية من السمو، خد بالك، باتباع خط التفكير في تصنيف العوالم المأهولة وتطور الأرواح في كل مسكن، نجد المرحلة اللي يتمتع فيها الجميع بالمشاعر الطيبة والنقية تسود. مراحل ايه المرحلة دي؟ يتمتع فيها الجميع بنفس المشاعر الطيبة والنقية بتسود. العوالم السماوية أو الإلهية هي مساكن أولئك الذين مروا بجميع مراحل تطور الروح
وهم في مستوى مليء بإيه؟ بالحب والوئام والعدالة والمحبة. مين بقى يصل إلى المرحلة دي؟ لازم يمر الأول، يعني إحنا دلوقتي إحنا أنا منكم بمر بيه عالم الاختبارات، فلازم أمر إن أردت، لأني تدرج زي مدرسة، لا يمكن أروح الجامعة قبل ما أعدي على إيه ثانوي، لا يمكن أروح ثانوي إلا لما أعدي على إعدادي، لا يمكن أروح إعدادي إلا لما أعدي على ابتدائي، ده قانون. فإحنا أوتوماتيك مصطفى، طب أنت هتروح فين؟ أكيد هروح الريجينريشن، المرحلة اللي جاية إن شاء الله، يعني مش عايز أرجع للعالم المتخلف اللي إحنا فيه حاليا. واخد بالك ان انا احساسي دايما بالحب وبالسلام والعداله والحاجات دي، لكن ما وصلتش الى روح متطوره بالقدر الكافي ان انا ممكن اسكن في العوالم السماويه، لان انا لسه ما عدتش على المراحل اللي هي العالم الجديد، الارض الجديده، ولسه ما عدتش على العالم الايه السعيد عشان توصل الى السماويه. ما فيش نقله مره واحده كده، واخد بالك؟ واحنا كلنا هنا زي بعض في نفس المستوى، الفرق بين واحد والتاني شيء بسيط، يعني ما فيش حد مننا ملاك والتاني شيطان. يعني في الأجرام السماوية من هذا النوع اللي هي العوالم السعيدة يكون التواصل متعاليا، ويصبح نقل الأفكار أمرا بسيطا، حيث تكتمل معرفة الحقيقة وتتغلغل السعادة في أذهان الجميع. يسوع على سبيل المثال عندما كان معنا على الأرض كان بالفعل روحا سماوية بعد أن شكل مجال طاقته ليتمكن من العيش على كوكبنا من أجل تقديم جميع الدروس التي نعرفها اليوم. السيد المسيح كان يسكن أحد العوالم السماوية لأنه وصل إيه كروح، لكن عدى بجميع المراحل اللي احنا بنمر بيها دي، كل المراحل دي عدى بيها لحد ما وصل الى درجة ان ايه لما يجي بقى ينزل على الارض لازم يعني يكمش او يقلل من الطاقة بتاعته علشان يقدر يتمثل في جسد بشري، يعني لدرجة ان الناس دي بترتقي، كلنا هنرتقي يوم من الايام نصل الى درجة يسوع، ليه لا؟ لكن محتاجين ملايين السنين. نشوف بقى لما المرحلة الجاية، مرحلة الايه الريجينريشن، الارض الجديده، التجديد، وبعدين توصل لمرحله العالم السعيد، وبعدين توصل للمرحله السماويه دي اللي هي مراحل عاليه جدا. ندرك ان المساكن المختلفه في منزل الاب تتجاوز بكثير السؤال المتاصل في تصنيف العوالم الماهوله نفسها، ولكن الشكل التطوري الذي نجد انفسنا فيه في مراحل معينه من تقدمنا. ده يا أصدقائي الأعزاء اللي هم الأربع مراحل لتطور أي كوكب. الكوكب بيخرج من العالم البدائي اللي هي العوالم البدائية اللي احنا عديناها من زمان جدا، من أيام ما كنا بهذا الشكل، وبعدين دخلنا على عوالم التجارب والتكفير اللي احنا فيها في آخرها، وفي أوائل عوالم التجديد، الأرض الجديدة، واخد بالك؟ تجديد العوالم، العوالم الجديدة اللي هي التجديد، العوالم المتجددة، بعديها الأرض نفسها تصل إلى العوالم السعيدة، وأخيرا نصل إلى درجة الأسمى بقى اللي هي العوالم الإيه السماوية. شكرا جزيلا، وما تقلقوش الأرض هتتطور، لكن التطور بطيء جدا وتدريجي، والأرض جديدة مش هتنفجر ومش هتعمل ومش هتحصل حرب عالمية تالتة، مش هتتدمر، كل ده هيحدث بتدرج بسيط جدا. وتأكد ان في كنترول علينا من عالم الأرواح، من الله سبحانه وتعالى عن طريق ملائكته، كل شيء بيرتقي، مش هيسيب الكوكب يتصادم. كتير جدا العلماء قدروا ان في كوكب هيتصادم، في نيازك، في كذا هيتصادم بالارض، وبعدين تيجي التاريخ وما ينصدمش، يقول لك انحرف عن مساره وكده، لان في حمايه، واخد بالك؟ ولا كنا اتدمرنا من زمان ما كانش في حياه على الارض، يعني لو هي العمليه عشوائيه كانت صدمت الاجرام بينا وكنا انتهينا من زمان، يعني ماشي.
فما تقلقوش. وشكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام سلام.